هذه سميتها ايه؟ ميرلا كولا. ميرلا كولا كبيرة ايه. هذيك السيفية؟ هذيك السيفية البوطم. سميتها هذي؟ عقرب. هذي بيتها الصغيرة ايه؟ لارينيا. تقولها لارينيا. هي الفراعة الفراشية. في واحد منو صغير لا؟ يس كاين العقرب الصغير وكاين الكبير كاين وي السلام عليكم اخوان، احنا رجعنا ثاني عند اسماك اكادير وديما عندهم الجديد. الناس اللي باقيين تيسولوا على المحل، الناس البرانيين تيجيو ما عرفوش المحل. المحل كاين في شارع محمد السادس، دابا في الرومبا ديال الفقيه بن صالح. يعني بحال لك تيجي من الفقيه بن صالح ودرتي على الرومبا غدور على اليسر بحال غادي للمحطه، يلا غتفوت الرومبا ديال واد حمدان بشي 100 متر تقريبا ولا 150 متر، والمحل تيكون على اليمين يعني جنب المقهى ديال نيويورك. كنتي جاي من المحطه راه غتفوت لوطيل الكبير اللي كاين ديال جنان عين سردون حدا ستوب، كتفوت ستوب بحال بغيت تمشي للطريق ثاني اللي بغيت تدور على الفقيه بن صالح. كاين قبل منها شحال دابا هذا شحال داير هذا البلاط كبير؟ هذا دابا 120 120 120 150 ثمن مناسب يعني بالنسبة للعائلة كاملة. بوزروك سيتياك بروفيت اس خديجة شوف حدا فريد الله يحفظك
طلق طلق. Yeah.
شو المير؟ مير الفريتور. فريتوز ولا فريتور؟ فريتور. مرحبا بالزبلاء. ياك داكشي مليح ياك باقي الله انت راه كميو يلا وقف ياك الصوت اللي الرفولة الكوكروش الكالير الروجي الروجي سلطان الحوت هو الملك ديال الحوت مرحبا بهاد الخيام ديالنا ما عندناش فيديو مرحبا شويه تحط السوايه طاجين طراطيش شكرا سي حمودة الله يحفظك مرحبا سيلوفان ديال الميك كاين سي المهم تاعي اخوة عندك تا ان شاء الله شحال دابا داير هذيك شحال 70 درهم 70 درهم ام فورتيز نواصي هاكا العمو هذاك غرد انا اللي تعرفو هذاك شحال دابا هادي شحال هادي 100 درهم ياكلوا فيها 6 الناس عطي الناس العائله اللي عندها 100 درهم ما دير انت حسين عليك هادي شحال قلتها؟ هادي هادي 35 40 اللي جات نطلعو فيه. قلت مع شويه ديال لاصو شويه ديال العدس. سير. لاصو ديال الحوت، صوبة ديال الحوت. سير. الصوب شنو هذا ديك الشوربة؟ ديال الزوج ديالي. ياك. مليانة. لا لا الحوت السوايه اسميت الحوت كوكروش كوكروش هذا تيجي في كل شيء السوايه فين محمد الطبيب السوايه من الحاله كثرت كاع الحوار من الحاجه للبحر هذه صحاب الفخر
يلا بحالك حموده. Thank you.